مساء الرضا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم عملت لكم برياني الدجاج على طريقتي. قبل ما تشوفوا الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعيل جرس الاشعارات ولايك وكومنت. حل منكم. بداية عندي دجاج عامله له براين كالعادة. انا اعمله براين مقطع صغير، يعني قطعة صغيرة، تمام؟ يعني رجل حالة، الفخذ لحالة، زي كده. وعندي بصل، جوانح بصل، وعندي بقدونس وكزبرة، طماطم مفرومة ناعم منزوعة القشرة، وعندي زبادي والبهارة أو ثوم كمان، تمام. والبهارات عندي بهارات البرياني، وعندي بهارات التكة مع شوية صبغة، عندي بهارات السبع، وعندي بهارات الكاري والزنجبيل والكركم. وهنا عندي بهارات صحيحة اللي هي ورق الكاري وشوية هيل وقرنفل، وكمان السر اللي هو جوز الهند، أو ممكن تستبدلوه بحليب جوز الهند، أو ممكن تستخدموه البودرة جوز الهند عادي. أضيف الزبادي إلى الدجاج، أضيف الزبادي إلى الدجاج، تمام. البهارات اللي من كل شيء شوية، تمام، عشان بعدين بستخدم هستخدمها بعدين مرة تانية. بضيف يعني أضيف من كل شيء، أضفت من التكة والصبغة، أضيف من بهارات البرياني كمان، وكمان من بهارات، لأنه هذه بعدين برجع قلت لكم أضيفها في البهارات، لازم أنا أستخدم بهارات السبع، وكمان من الكاري والزنجبيل والكركم. طبعا هو تميز بالبهارات الكثيرة يعني، كمان راح أضيف الثومة. خلي شوية عشان أحمصها مع البصل، بس حاجة بسيطة، وأحركهم مظبوط مع بعض. تركها ترتاح أكثر، قلت لكم من ساعة ساعتين. كده أتحمر، صار البصل كده ذهبي، تمام. ايش راح اضيف؟ راح اضيف البهارات الصحيحه اللي هي ورق الكاري والهيل والقرنفل وبرش جوز الهند، تمام. راح اضيف كمان الثومه. اضيف قطع الدجاج اللي تبلته، البهارات المتبقيه كامل اللي نفس اللي عملته في الخلطه راح اضيفه كامل. هذا مع الصبغه، الصبغه تخلي اللون مره حلو، واقلبهم مظبوط. شوفوا كيف تغير لون. اضيف الطماطم، الطماطم المفرومة ناعم، اغطي عليها الى شوية تدبل الطماطم، بس حاجة بسيطة. بدأت دبلت الطماطم، راح اضيف اللي كان المنقوع الزبادي الباقي اللي كان موجود في الدجاج، اغطي عليها واخليها تتسبك، تمام، الين يستوي الدجاج، تمام. وبين فترة يعني كل كده بعد شوية اقلب الدجاج، تمام. بس اغطي عليها الحين، فتحت عليه وضقته ناقص ملح، لانه بهارات البرياني مالحة، ولما تكون مالحة لازم تذوقوا الملح كيف، ما ينفعش انكم تزودوا، لانه ما فيهوش خضار بطاط او كده بيسحب الملح، فهو ناقصه بس شوية. رح اضيف بس شوية ملح واقلبه شوية واغطي عليه كده حق 5 دقائق، خلاص يكون جاهز. تضيفوا الملح اخر شيء، تمام، بس واغطي عليه شوية 5 دقائق. رز يغلي مع كان منقوع، يعني الرز منقوع، بعدين خليته يغلي مع هيل وشوية هيل وقرنفل، منشش كتير بهارات عشان نحن قد معانا خلاص بالكوشنة كتير بهارات. وهعود قرفة. الرز استوى، شوفوا كيف حبته، خلاص صارت طرية، يعني فيها شوية عضة، حاجة بسيطة لكن هي طرية، يعني ممكن تاكلوها، لكن فيها شوية يعني متماسكة. خلاص أصفيه وأبدأ أطبق البرياني. يعني أنتم تقدروا تعملوها بالقدر عادي، بس أنا بعملها بالفخار، بسيطة، من كشنة في قاع القدر أو طبقة من الرز. هذه طريقتي سواء بالبرياني أو في الزربيان. بضيف قطع الدجاج مع الكشنة، بضيف من النعناع المجفف، ممكن انتم تضيفوه فريش، بس صراحة النعناع المجفف طعمه احلى بالبرياني. انا احكي لكم الصدق، اعملوا مجفف واعملوا واعملوا هذا فريش، يعني يكون فرموه وكده،
لكن افضل حاجه كمان المقفف يعطي طعم حلو. اضيف شويه بقدونس وشويه كزبره. طبقه الرز اخر طبقه يعني للطبقه المتبقيه. عندي هنا مثل الاحمر تمام، وعندي كمان الاورنج، وعندي شويه من الاخضر كده، شيء بسيط من الاخضر يعطي لون كمان حلو تمام. وكمان عندي ايش، عندي الزعفران حاجه بسيطه بس لانه بيعمل لي لون الاصفر بيعطيني نكهه. تمام، واخر شيء راح اضيف اختياري هذا، اما عندكم زبده او سمنه، اما زبده او سمنه. انا عندي عجينه بغلفها من فوق، بس بضيف بس كده شويه كزبره حاجه بسيطه لاني بخليها بالتزيين. تمام، وراح اضيف العجينه كده وادخلها على فرن حار درجة حرارة 200، اكمرها تقريبا 20 دقيقة. خلاص هنا بعد ما طلعته من الفرن حاجة جدا لذيذة. طبعا الخبز او العيش اللي عملته من فوق لذيذ جدا جدا كده، تحسوا طعم طعم البرياني فيه. طبعا انتبهوا لما تفتحوا العيش انتبهوا يطلع بخار مرة حار، نحن التسعنا لسعة والحمد لله. انتبهوا تمام تمام لما تفتحوا، وبالعافية لي ولكم. ان شاء الله تجربوا تحبوا البرياني، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ولايك وكومنت. حلو منكم.